معي من رام الله الدكتور إيهاب بسيسو الناطق باسم الحكومة الفلسطينية. دكتور إيهاب أهلا بكم معنا، ما الذي تريده إسرائيل؟ نعم، أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية لا تريد أي مسار سياسي من شأنه أن يوفر أرضية لحل الدولتين، وبالتالي هي بهذه الخطوات التصعيدية والاستفزازية للفلسطينيين وللمجتمع الدولي تريد أن توصل رسالة بأنها غير معنية بأي عملية سياسية وغير معنية بكل الجهود الدولية التي تحاول من خلالها أن تقدم خيار الدولتين. هذه الإجراءات التي تنتهجها حكومة نتنياهو هي مرفوضة جملة وتفصيلا من قبل القيادة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية، كما أنها مرفوضة ومدانة من قبل المجتمع الدولي الذي أيضا ينظر بعين القلق بشكل واضح لكل هذه التوجهات. نحن نقول أننا ماضون في طريقنا نحو تعزيز الحضور الفلسطيني على المستوى الدولي من الناحية القانونية ومن الناحية السياسية، وبالتالي فإن هذه الإجراءات التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة إلى الاعتداءات الممنهجة من قبل المستوطنين سواء في القدس أو باحات المسجد الأقصى أو حتى في الضفة الغربية هي أيضا لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تمر بدون محاسبة قانونية. طيب، ولكن دكتور إيهاب، هناك سمعنا حديثا فلسطينيا أنه إن قامت إسرائيل وأتمت مشروعها فإن هذا سيفجر الوضع يعني بشكل كبير جدا. إلى أين يمكن أن تصل ردة الفعل الفلسطينية؟ نحن قلنا أننا يعني بالنهاية ما نريده هو الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض المحتلة عام 67، وهو بهذا نحن نتفق مع كل المرجعيات الدولية. الآن إذا كانت حكومة نتنياهو تسعى إلى تفجير الأوضاع من خلال استمرار سياسة الاعتداءات والاستفزازات الممنهجة التي تنتهجها في القدس، وبالتالي إذا كل الخيارات في هذا السياق لا يمكن التكهن بمدى وصولها إلى أي نهاية. نحن نقول أن الوضع جدا خطير، نحاول بقدر الإمكان أن نستمر في عملية سياسية بشراكة حقيقية مع المجتمع الدولي ومع جميع الأطراف الدولية من أجل أن نحافظ على هذه الأوضاع السياسية، ولكن إذا كان خيار حكومة نتنياهو بالنهاية ماضي بإشعال المنطقة وتحديدا في الضفة الغربية والقدس، فبالتالي عليها أن تتحمل عواقب هذا. لا يمكن بأي شكل من الأشكال التكهن بمدى صبر الفلسطينيين إزاء هذه الاعتداءات الممنهجة، لا يمكن السكوت بأي شكل من الأشكال على هذه الاعتداءات والإجراءات السياسية. المصادقة على بناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية وفي الضفة الغربية يمثل جريمة حرب بالاستناد إلى القوانين الدولية، وبالتالي على حكومة الاحتلال أن تجيب على هذا السؤال أمام المجتمع الدولي، وفي المقابل على المجتمع الدولي أيضا أن ينظر بعين الاهتمام إلى الوضع الفلسطيني. نحن نقوم عند هذه النقطة دكتور إيهاب على المستوى السكاني والمؤسساتي. هل تواصلت القيادة الفلسطينية مع أي أطراف دولية بخصوص هذا المشروع الجديد؟ نحن في حالة اتصال دائم مع جميع الأطراف الدولية ومع جميع المنظمات الدولية وأيضا مع جميع الحكومات الفاعلة في السياسة الدولية، وباعتقادي أن الممثليات والقنصلية والسفارات الموجودة على أرض فلسطين والموجودة والتي تعمل من خلال هذه المنطقة هي على دراية كاملة بحجم هذه الاستفزازات وهذه الاعتداءات المستمرة. وبالتالي نحن نقول أن هذه الاتصالات لم تتوقف للحظة واحدة، ونحن نمد أيدينا إلى المجتمع الدولي بشراكة حقيقية قائمة على رسالة واحدة: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. دكتور إيهاب بسيسو الناطق باسم الحكومة الفلسطينية من رام الله، شكرا جزيلا لك.